waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macallinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macallinka waagi baryaba aw bax laga waraabsho waagi baryaba aw bax laga waraabsho waxaan ku warwareynaa waddankiina waxu barta waddankiina waxu barta oo xambaaro waajibkiis oo xambaaro waajibkiisa wahasinino waawan mayno warwareegi mayno weewean mayno wahasinino waawan mayno warwareegi mayno weewean mayno بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين and وأنا السلام يا أرديت قيمة هي قاية على سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعلم طيب أحمد مرة and عشر كيني تضباب أيو نون غنى يا إن شاء الله تعالى قيبت التاريخ ده waxaa la soo bixi doontaan safxadda 105 safxadda 105 Uthman ibn Affan waana barnaamijkeenii aynu ka soo tabin jiray TV-ga qaranka iyo ilaacadda radio Harjeysa dhageysi wanaagsan ardayay safxadda 105 ha la soo wada baxo al-mawduu' asadis asira nabawiya al-ahdaf al-aama lis-sira si guud waxaynu u tilmaami doonaa ujeedooyinka guud ee ay leedahay marka siirada nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi bacda diraasati hada almawduuc mawduucan ama tobigan marka aynu baranno iyo kunu daalibu qaadiran cala waa inuu ardaygu awoodaa kow macrifatu ahamiyati diraasati siira annabawiya muhiimadda ay leedahay barashada siirada nabiga waa inaynu baranno wa taariikh alislaam iyo taariikh islaamka laba تعليم نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأين إنه برنا نبيجا أبتر سنتي نبيجا أين تاريخه وحويان كبرنا نعم السيرة ذا وفضل آل بيته يفضل جعليهين آل بيتك نبيجا صلى الله عليه وسلم فهم الصعوبات إن لا فهموا مشكلته يوحيابي لباتوينك والمشاكل هي مشكلته التي مرت بها إصومرتي الدعوة الإسلامية دعوة الإسلام ك منذ بدايتها laga soo bilaabo xilliga ay bilaabantay waxa weeyaan suuubaad iyo waxyaabo challenge ah ayaa jiray marka waxyaabahaas ayaan wax ka baran doonaa hadii la hay ka dhigo si guud taariikhda marka laga waramayo waa ahdaaftii guud macrifatu fadli sahaba fadliga sahabada sida Uthman ibn Affan ayuu ka waramaynaba fadliga ay lahaayeen baynu ku baranaynaa wa tadhiyatihim fil islaami وتضحياتهم ينفردوا في الإسلام إسلام كي نفتوا ذو هرين نفيا مالبا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم نبيجا إن مرجع ويا تعايل كنبيجا أيها اللقو برانا يا وسحابته ويا سحابة مرجع سحابة النبيجا رضوان الله عليهم إلهي رعلا كاره وحكروا أنو أن كو برانا إن تدرب تدرب تدرج إن لقو تبا برتو قفكو وحويا إن أنو كدك دقين في الأمور الدينية الرماها الدينة والدنيوية يا رماها الدنيا ده بقى وحويان وكفير صدو التعود بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم إنه قفو كدغان دكتو دغان كي النبي صلى الله عليه وسلم أيا كم دا أهدافته معرفة أهمية الدعوة إلى الله وصبرها إنه برتو أرضيقو أهمية دا إلا هاي دعوة دا لو يريدتك إلا هاي حقيسة وصبرها إيا إن الله أتكيستو الله صبرو أولو ربرضيقا اكتساب معلومات wuxuu marka xawayaan helayaa ardaygu marka macluumaad kaafiya xub ku filan ayuu ka helayaa min maraaxil da'wati ilallah maraaxishii heerarkii ay soo martay da'wada islaamku ee ilaahay xaqiisa dadka loogu baaqayo naxam en bala inoo eeg casharka inuu bilaabayna intaas waa ahdaaftii guud Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ayaynu ka warrami doonaa 23 markay ahayd hijriyadu ayuu qabtay marka xawayaan talada ilaa 35 taariikhda hijriga
نسبه وحين يجينا بالنصب كي عثمان بن عفان دلشديسي هو عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد الشمس ابن عبد المناف ابن قصي ابن كلاب القرش قريش بها الأموي أمويينتي أيو كمدها المولود وحرش شي سنة تاريخ مركة يهيد 576 مركة يهيد تاريخ شنب قول إيو اللحيو تضبات تنكي الموافق تاسو حويا وافقسا عام 47 قبل الهجرة تضبية أفرتنا كي تاريخ ده هجريقة كهر وهو ثالث الخلفاء الراشدين وحوها كي سدحاد خلفاء دي راشدين تاهيدة توصنايد يكنا وحا كوية الله وقرده جيشري أبا عمرين إنه قلت بدن كوية دا لما بحنو نانا يستينو نقانا ووحي أب إيا أمو بلابو أبا عمرين أمو كذا أوكالي يكنا أبا عمرين أبا عمر بار لغو مركا حويان كوية يو إنان كيسية إنان كوينة بجري عبد الله اللي ورين جري مركو دنتيبا هادنا كوية دا لغو بحي أبا عمرين ويلقبو وحا لغو نانايسا بذي نورين كي لبدا إفتينو صاحبها أيا لغو نانايسا عثمان بن عفان لأنه محايلي تزوج وحو قورسدي بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال لبدي سيها بلود رقية رقية وتوفيت وحانا دمتي بعد غزوة بدرين تقال كي بدر دبدت بعد ماتي ثم أم كلثوم أم كلثوم بعدنا قورسدي وتوفيت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم نبي قو وحوي انتي ونورابا يدنا دمتي وحين أركا إذا مركا عثمان بن عفان فدل قيسة مركو إن انتي هورا كلمتي ونبي قو إن انتي دنبنا هدنا سيي وحالا إلى هذا ومضى ننكي مركا حويان قرأ لبن مركا النبي لابا هبلود اللي قورسدي أيو كم من نقول يا عثمان بن عفان إسلامه إسلامي مدي سأسلم رضي الله عنه إلى غير الله كهذا وح إسلامي وهو يسقى في الرابعة والثلاثين من عمره ددي سايتهاي أفري سدن شربك إسلام وهو أحد العشرة وامد كم ذا طبنكي الأوائل الجهرية الذين كواسوا دخلوا في الإسلام إسلام كصقرة وأحد العشرة طبنكي مد كم ذا وعي المبشرين بالجنة الجنة الوجب شاري وإسلام عثمان عثمان إسلامي مديسو كان وحيا هيد بدعوة من أبي بكر الصديق أبو بكر الصديق أيا أغوية لي دينت كان وحيا هيد بدعوة باق من أبي بكر كيمي الصديق رضي الله عنه إلى إرهالي أكاري فقد كان وحوا أبو بكر الصديق يدعو إلى الإسلام إسلام كميد وقو باقا أيوها ضدك يدعو إلى الإسلام إسلام كأيو قو باقي تيري من عدا يثق به وكوكالسونيا عد كستو وكوكالسونيا يوغو يدي شري دينت ومن قومه تلكية ممن يغشاه وعدا وطمادا ويجلس إليه إلا فريستا إلا متشارستا وغو باقي شري دعوة ده ودحمرين شري فأسلم على يديه وحاكو إسلامي مركا لبدي سقع موت إساقا مركا حوية سببتي سمعنو الزبير بن العوام وعثمان بن عفان ودلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم صحابة داسي وحويان سبب وحوها وحويان إن الدين تصوغلان عثمان مركا وها أبو بكر الصديق رضي الله عنه عثمان نكون كمدة فانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال أي مركا أتقين ومعهم أبو بكر إسوغ أبو بكرنا الله الصعودة أي انتاسو لمي أتقين مركا حويان نبي قال فعرض عليهم وحو أصوى بندقي الإسلام الدين تا إسلام كأيو أصوى بندقي نبيه وقراء عليهم وحو كدو الأخري القرآن قرآنك وأنباهم وأخبرهم وحانو وغورمي بحق الإسلام إسلام كأي حقوق دوليه فآمنوا ويرهميه هل كا قضب كرينو أرضي وديك دونا أينو قادن دونا وصفاته الخلقية تلمامه ولها عثمان بن عفان حق دقنك وفضله يفضل يقولها عرف وحال قبرت عثمان رضي الله عنه إلى إرها لها كهذا بالكرم ديق سنمو ولين الطبعي يطبيع عد بعسن وعرف وحال قيقان قبرت سيدوك بالحياة حشوت فما كان موهان يعرف مثل قبرت أحد قف أشد حياء منه كحشوت بدن حتى كان رسول الله إله حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إله رسولك يستحي منه كحشون شري هي روحه قال إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكحشون شري السقع
إذ قال رسول الله رسول كإله إبايده صلى الله عليه وسلم على أستحيي ميانا كحشونين من رجولين ميانا كحشونين كاسو تستحي منه الملائكة ملائكة بعيك حشوت الرواه مسلم حديث كمسلم باوريي وحلا إلى هذا مارين معلمة كمدة أيا النبي صلى الله عليه وسلم قرق عائشة شيفة وحل كامر قعويان أجهيسة مرضا سرع كفيدا تهي وحل كايلة بوديها شلبها أيا وحاصو قراعي قرق وإذا ويديسي أبو بكر الصديق نبي سو قلبوري سو إسكا شيفة حدنا عمر بن الخطاب سيدي أوكالي حدنا وحا سو قراعي عثمان بن عفان واكما عثمان بن عفان نبي واكعي وانو سيدي استمردي طبيعتنا عايش آياتي رسول كلاها يو أبو بكر أياكو سو قلي وإذا كو ويديستي سيدا دي هورا إسكماد بدلين سيد أوكالي عمر بن الخطاب عثمان بن عفان وادو كعضي مردين واد سيدي ستي محايا الرنكاسي هاي نبي قدرت أنا حديث كان أيوش يعني أنا أستحي ميانا كحشوني من رجلين تستحي من الملائكة ملائكة هي كحشته رواه مسلم وعن فضله فضل جيس عدين وحكى مركا كأجنو رضي الله عنه روى قتادة أي وري أنا صن إن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وري أن النبي صلى الله عليه وسلم نبيه سعيد وحو كري وحدا بورت وحد بو كري وأبو بكر أبو بكرنا وحوي وكري ولا كري وعمر يا عمر بن الخطاب وعثمان يا عثمان بن عفان هل قاسي نو جيدناه فرجف بهم ويلا قلقلت بورتي فقال وحو مركا يدي اثبت احد احدي دق سغنو فانما عليك قود كاغا وحا اهون نبي النبي باكو سارن وصديق رنلو باكو سارن وابو بكر وشهيدان لبا شهيد ايا كو سارن لبدا واكي غان كا حق درني اي ديشه عثمان يا عمر به بخاري با حديث كوريي عن ابن عمر وحا لغا وريي رضي الله عنه وقال انو يري كنا وحا نو اهين زمن النبي صلى الله عليه وسلم حليقي النبي لا نعدل إذاً وحويان لما الصينين أما أن بربر ديهن بعد النبي النبي قد بيدي صلى الله عليه وسلم أحداً قفنا ببي أبي بكر أبو بكر ما نلما سين شيرين ثم عمر ثم عثمان تاسا إنه يقول شيرتو مركا علماء صحابة فضل قبضنايت بكمدها ثم نتركوا ونكتقي شريبو يلي مركا ابن عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صحابة النبي انتكالي لا نفاضلوا بينهم ما نكلا فضل سين شيرين oo wax weeyaan maan oreen kaasa ka ka si fadli badan marka inta laga yimaado intaase waa la isla wado ogolaa aan way noo si socota taabiic wa fi sanati sadisa lil hijra sanadi lixaad ee taariikhda hijriga ee taariikhda islaamka bacatha rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam nabiga ayaa u diray ila quraysh quraysh baa u diray mufaawidan anhu isagoo wada hadal la soo sameynaya iyo marka weeyaan safkarad wadhālika taasina عندما منعت قريش waxay ahayd markay quraysh diiday dukhul rasuulillaahi sallallaahu alayhi wasallam makkata inuu nabigu soo galo makkah fabaathahu sallallaahu alayhi wasallam nabigu wuxuu diray ila zu'amaa'i wa ashraafi quraysh hun gaamiyeyalki iyo madaxdi quraysheed ayuu u diray markaa usmaan bin affaan yukhbiruhum isagoo uga waramaya أنه إساقو أو نبيقاي لم يأتي للحرب إنانو دقالو إيمانين وإنما جاء إنو يمي زائرا سدو صوبوخته لهذا البيت بيت الله الحرام ومعظما ووينيو لحرمته حرمضا إيو وحويان قيمها وليهاي بيت الله الحرام فخرج عثمان بامركا عرنتا أوبحي مخاضرا بنفسي سوى نفتي سهلسكري ودلي كراني لينه إلى مكة مكا يوبحي حتى أتى أبا سفيان إلى أوتك أبو سفيان وعظماء قريش يعني منك وويناء قريشات فبلغهم وحو كارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مركا حق النبي ما أرسله به النبي وحو صادري أيو كارسي وحو نبي وحو دونيا إنو مركا حويا مكا قصو عمريستو أو يمادو حصي يشدقا ومسعودو فقالوا لعثمان عثمان بيكو إلادين يعني منك قريشات حين فرغ مركو دمايستي من رسالة رسول الله دمبالكي رسول كوكسيدي إليهم إياقا ومركا حويان ووسيدي مركو دمايستي أيكو إلا هذين إنشي تهداد دوني سعدو أن تضوف بالبيت بيت الله الحرامين الضوافتها دادو دوني سعثمان بن عفانو
فضف أدوك إسكا دواف فضف دواف فقال وحول ما كنت مئه لأفعال مثل سيدا يلي حتى يطوف به رسول الله إلى رسولك إلهي دوافه أنيقو وحوين دانتايد أقرأ ومسعده وحين إيغينا أرضي تضحيته بماله عثمان بن عفان تضحيته ونفرديسي بماله مال كيسا وهري لقد ضرب وحاوياري الخليفة عثمان خليفك عثمان ابن عفان رضي الله عنه أروع على أمثلة تصاليالك وقرح ضبضان له أيو ياري ومركع حوية السمية في نصرة الإسلام إسلامك وقوهي لنا أيو وإعلاي كلمته كلمة مركع حوية إلى هاينا يسرعيسه وحويان وقوهي لنا أيو فكان وحوا أجوى ذا المسلمين تذكى مسلمين تا كوقود يقسم بها روى الترمذي إمام الترمذي باوريا عن عبد الرحمن بن الصمر أيو كوريا قال إنو يري رأيت عثمان عثمان بن عفان أيان أركي رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه جاء أوليمي بألف دينار كن دينار كان يدهب فصبها كشبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم نبي قسيدا دبتي مركا دبت النبي قايو صاو كشبي حين تهزى مركو ديارنا يي جيش العسرة عيدان كي أتكا أما عيدان كي وقتك عرق بحي قال وحولي فرأيت النبي وحان أركي نبي صلى الله عليه وسلم يدخل يده قعنتي سجلين إياه فيها العقد مرجع ويان دنانيرتا ويقلبها سيدا ورخرجية وهو يقول له ما ضر عثمان ما ضر عثمان ما عمل بعض اليوم ما ضر عثمان ما عمل بعض اليوم ما ضر عثمان عثمان وحيلي ميسو ما عمل وحش ما ضر عثمان عثمان وحبلي بمايان ما عمل وحش غي بعض اليوم ما أنت وحك الضمبيا ما ضر عثمان عثمان مرجع ويان لب وحويان قالي ميسو ما عمل وحو شغي بعد اليوم ما انتكد انا وحوي ولودن بدافي ايا وشيغيا ان هل كان وحو تلماميا عيدنكي ان قسوة تبوك دقال كي لودن جريا سندي سقالات تاريخ دي جريقا دعي ايا اما قسوة تبوك ولا اما جيش العسرة وحالي لها دا صدن كونو عيدنا ايا ام ببحي وحويان نمانكي رير روم لدون ايو ان وحويان لقا هرتقو ودون ايان مسلمين تا jirida waxa weeyaan jiridaha u bixiyaan ayaa marka waxa la abaabulay ciidan 3000 gaadhaya waqti adag bay ahayd biya yaraan ba jirtay sahaydo yarayd waqtigo kulula xilligi dadkii wax beeran jireena ee dhul beeroodkooda aanay soo goyn halka markay maray nabiga sallallahu alayhi wasallam qaadaan buu ururiyay tabarucaad uu leeyahay marka waxa weeyaan jay ciidankan ciidan ba bixisa waxa weeyaan jana ayuu leeyahay usmaan bin afaan ayaa farta taagay waxa la yiraahdaa bal fi dinaarin وأنتي وجوه الرئيسة وبحية إلى تضرب بقول أو وحوي أن يكون أو دينار أو ذهبة أيوب بحية بالله هذا كنتم فرس أو قالنا وبحية بالله هذا وحب بحية بالله هذا تضرب بقول أو حالات ومركع حوي أن أو كل فول يجي عيدا كوي راعيين يردمان نين كمرجع حوي فوشني صحيح أولها يعجب كي أردن أيو أدياري ayaa leh Uthman bin Affan marba marka ka dambaysay uu nabigu yiraahdo yaa ciidankan aan babixinaya markuu yara aamuso u dhageysay balimankada kale aqniyada ahay waxay sameeyaan ayuu farta taagay kulba 100 bu korinay ilaa 700 waxa weeyaan neefo geela gaarsiyay iyo 7 marka 7000 oo dinar wayaqulu wuxuu lahaa ma darra Uthmana Uthman wuxyeeli mayso ma amila wuxuu shaqeeyay bacda yoom maanta wixii ka dambeeyay ma darra waxba yeeli mayso Uthmana Uthman ma amila wuxuu shaqeeyay bacda yoom ilaahay baa u dambi dhaafay ayuu sheegayaa marka marka fadligiisi ayaan arkayna iyo nafuridiisi hanti aanu waxa weey adduunyada adduunyahay way imaadeen saxaabada kalaba sida Abu Bakar oo kale isagoo xoolihiisa oo dhan wada ese hantidiisu saawmay badnayn عمر بن الخطاب سوقو كلا بدح وانتدي سي ودا بو كيناي نين وليبا وحبو كيناي ماركا مالتا ومن مآثره وحا كميدا رادادكي فيعنا اي لغا دخلاي رضي الله عنه انه حفر انه قضاي بئر روما عيل كي لودن جيري بئر روما اسغا قضاي بئر روما و هو عيل ني يهودي و ليهي نبي ايا صلى الله عليه وسلم مال مال ما كميدا يدي يا عيل كاي نو يبينيا عثمان بن عفان ايا عيل كي وحوي نينكي يهودي غا هو تغي ايغي بو يدي kama iibinayay buu yiri hase yeeshay wuxuu ka ogolaaday inuu qayb ka iibiyo qaybti markuu ka iibiyay wuxuu yiri maalinta waxay ku sharaa marka ku heshiyay inuu maalintii soo kale ay dadka muslimiinta ay ka cabaan dabeytana maalintii
ninkan yahuudiga ay ka cabayeen mooy maalintii kale maadaama muslimiintu badan yihiin ay biyo badan cabayaan ninkii yahuudiga ah wuxuu yiri war inta kale iga iibsaniyo aan ceelkaygu sidan uu ku baabacayaa marka marka hore wuxuu ka siiyay qaybta 12,000 oo waxa weeyaan dirham markii dambana qaybtii kale 8,000 oo dirham buu ka siiyay فعن النبي وحل قوري صلى الله عليه وسلم قال إنه يري من يحفر بير الروم حتى عالك روم الله إلى هذا وحوي ينقفك إنه قضى فله الشنة الشنة أيولي ما كده منا ولا واسعية ولا بلاري فحفرها عثمان باقضي رضي الله عنه وجعلها وحوي علي للمسلمين المسلمين تأيوي علي وسيجي أجب عن الأسئلة الآتية كجواب سؤالها صوص هذا ماذا تعرف عن عثمان بن عفان؟ عثمان بن عفان محاد كتقاند وحين نري مركز كوبان ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية يجتمع نسبه مع رسول الله وحيكو كلمان نسب كيسور نبيه وحيكو كلمان في عبد مناف ولد في عام تاريخ الرشي أيها هل كاي نوغو قرانا ينسوق هذا الني نشعه حكو برباري في بيت كريب ويهي قوري مركحويان gobe di maalin hantile wa shaba ala husn sira wuxuu ku barbaaray sira iyo marka xoyaan dhaqan wanaagsan wal cifa dhowrsooni wal haya xishood wa kana rajula nimbu ha tasaxiimul malaayika malaayiktu ay ka xishood an yulqab uthman ibn affan waxa lagu naaneysa bidi nureyni ki labada iftiin laha ma sababu hada laqab maxase naaneysta loogu bixiyi li jamcihi wuxuu kulmisay bintay rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam ruqiya wa mukalsum labada hablood ayuu sagay marka waxa weeye labadaba waxa weeyaan marka imid ka dhimaatay tii kale xigsiisan loo sii saasaa loogu bixiyay baad oranaysa ardayo mata tuufiyat ruqiya goor may dhimatay bacda qaswati badrin mata tuufiyat ummu kalsuum fi xayaati rasuuli sallallahu calayhi wasalam waynu soo ururinay way noo sii socotaa taabic alasila calaa yadi man aslama cuhmaan bin cafaan yuu gacantiisa ku islaamay cuhmaan bin cafaan calaa yadi abibakr sidiiq كم كان عمر عثمان بن عفان عندما أسلم؟ مسجر بوها مركو إسلامي الرابعة والثلاثين أذكر شيك أهم الصفات تلمامه يقول مرقعويا مهم سنة الخلقية إردقن لعثمان بن عفان لها الكرم والحياء واللين الطبع ما هي أهم التضحيات وأما حي نفر دي وقوم مهم سنة التي قام بها عثمان بن عفان وعثمان بن عفان سمي في نصرة الحق سوى حق وقوه لي تجهيز جيش العسرة ciidankii waxa weeyaan waqtiga adag baxay tabuk ayuu aan babixiyay waxa afri bi Roma eelkii Romana uu qoday waa labadii arrimood ugu waaweynaa marka waxaynu eegi doonaa albaycatu li Uthman bil khilafa heshiiskii Uthman bin Affan lagu heshiiyay inuu madax noqdo ayno soo marka waxa weeyaan soo socota لما طعنا مركي لما قتل الذي إلا ورامي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيد أبي لؤلؤة نكي لورين شري أبي لؤلؤة جعنتيسة وحوي اللقو ورامي نكاس دلي المتشوسية متشوسي جها طلب وحي عصدين بعض المسلمين مسلمين تقاركود منه عمر وحي كعصدين أن يعهد إنه كوجادو بالخلافة مدح تنمضة لمن عدو كوجادو يرتضيه رالكي ويختاره دورته فتردد عمر عمروكا ارنكا اوكا غوس اديغي او كنق نقدي انا ثم قال وحو يري ان استخلفت حدان عيد مسلمين تا كوريبو فقد استخلف مركي دمبه ايو ارنكان كفكري ان استخلفت حدان عيد ريبو فقد استخلف وها عيد كوريباي مسلمين تا من هو خير من عيدك خير بدن وين اترك حدان سدا كدايي يغو عيد دونان هدورتانا فقد ترك وها iskaga tagay oo sidaa ku daayay man huwa khayrun minni cid iga khayr badan yuriiddu waxaan u jeeday rasuulullaahi sallallaahu calayhi wasallam thuma dhakara wuxuu sheegay cumar radiyallaahu canhu sittata rijaalin lix nin buu sheegay oo carabaabay kaanuu yatamayazuuna aan ku ahaa oo ku soocnaa bixubbi rasuuli jacaylka nebiga sallallahu calayhi wasallam lahum iyagoo uu jecel yahay wa ridaahu canhum iyo raalli ahaanshiyaha uu raalli ka yahay ayay ku soocnaayeen nebigu أكثر إن كفر بدل من غيرهم تلك كله وهم وحي هاي يعني من كاو عمر بن الخطاب كجت جاي هدو ما أنت تيسي أي نقطة ثلاثة هنا يجو عد ومجعابان وحي هاي علي وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام والدلحة بن عبيد الله والطلب إليه محو كدوني أن يجتمعوا
إن يسوي مادام بعد وفاته مركو بنت الدبديد ليختاروا سيدي ودورتان واحدا منهم متكمدا وقد اجتمع هؤلاء النفر كوح راسي ويسوي مادين لحداسي بعد وفاة عمر وحالي لها ذا ولبا وحو راعي إن كيس بن عمر نوا راعيه ولبا الهدائس خلافان أدقنا عاد وحوين تردب وحسي وقد اجتمع هؤلاء النفر وحيسكوا فقين عيكو كل من وي كل من ويسوي مادين بعد وفاة عمر عمر بن الخطاب مركو بنتي دبديد وانتهى الرأي الأخير رأيه قد بينا وحو كسو دماضي وكسو بيشبطي إلى اختيار عثمان بن عفان إلى دورته رضي الله عنه إلى إرهال ليه كهذا فبايعه المسلمون مسلمين تا أيا فبايعه المسلمون مسلمين تا أيا ليش يا عثمان بن عفان بالإجماع يوغو إسكو وافقي أوانو كالهارين هل كاسينو أرضي كسو قبقبين دونا عشر كيني تطباد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنهاي وهديك دوسية دا وحنهاي وندى معلنكا وحنهاي وهديك دوسية دا وحنهاي وندى معلنكا واجي بريبا او بحلقا وراب شو واجي بريبا او بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيسا وهسن مينو وعوان مينو ورواريقي مينو ويعان مينو وهسن مينو وعوان مينو ورواريقي مينو.